ازاي موسيقى فرقة المصريين وموسيقى حضرتك بقت جزء من المسلسل؟ لما راحوا مع اسعاد يونس كلهم، المنتج بيقول انا صاحب عمرو دياب، وعمرو دياب كان قاعد معايا بكلمه على المسلسل، وقال طب ما تجيب هاني شنوده. فانا قلت له خايف يكون بطل ولا حاجه، قال لا طب ما تكلمه يا اخي، ايه اللي خايف لا يكون بطل، كلمه. فكلمناك فانت وافقت. يشكر عمرو دياب ويشكر استاذ الجناني، وما عنديش اي مشكله في ان اي حد يرشحني، لان ازاي انا اسيب حد تاني يعمل الحكايه دي وانا اقدر اعيدها واعيد الاغاني وفاهم كل قصه فيها وعارف ابدا من جديد دي بتبتدي من فين وتروح فين والموديليشن ايه والبتاع. فقلت له طبعا انا موافق. وعايز اقول بقى طه دسوقي، انا شفت ان هو عمل كبير قوي. ليه؟ احنا عرفناه ككوميديان، فلما يعمل دور مركب يبقى حاجة مهمة جدا ان احنا نبجوزها ونفهم الناس ان ده من اصعب ما يكون. ما اتعملتش في السينما الامريكية الا مرة واحدة، جاك ليمون كوميديان جبار وشفنا له افلام وكنا بنخش عشان نضحك، فجأة لقيناه بيمثل دور مركب جدا وحزين جدا ودمعنا وعيطنا وطلعنا فيه بان ده ممثل عالي الجودة يقدر يمثل اي دور. أظن إن المخرج توفق في إن هو يجيب طه دسوقي هذا الكوميديان الجميل ويخليه يعمل دور تراجيدي ومركب وشيق، بحيث الناس كمان تبقى مبسوطة وهي بتتفرج عليه. قبل ما نمشي بقى من المسلسل أحب أقول لك حاجة، ناس كتير قوي بيكلموني بالتليفون قالوا إحنا يا هاني كان عندنا طفل كده كنا بنتكسف منه، مش هنتكسف منه بعد النهاردة. أنا قلت ده عطية الله، وفعلا هو عطية من الله، والمفروض إن إحنا ما نتكسفش منه، نعامله معاملة الأشخاص العاديين إلا إذا كان عنده إعاقة معينة. أنا مش هفتي في حاجات ما أعرفهاش. نرجع بقى لحتة بند المصريين، أنا حابة بقى أعرف من حضرتك الفرقة أصلا اتكونت إزاي؟ إحنا كنا فرقة غربي بتعمل كفرات انجليزي فرنساوي اسباني. كانوا الشباب يقولوا لنا ايه احنا عايزين نعمل فرقه قوميه، لان اشمعنا انجلترا عندها البيتلز وامريكا عندها الشادوز وفرنسا عندها السوكيت نوار، فده كان مطلب شبابي. انا جيت القاهره وبعدين عبد الحليم حافظ كلمني قال لي هاني انا جبت جهاز جديد عايزك تشوفه اسمه سوبر سترينجز. خدت عربيتي 128 البيضاء ورحت رايح هناك، ضربت الجرس فتحت ست، لا قلت السلام عليكم ولا هاي ولا، لاني لقيت الجهاز قاعد هناك في الصاله. رحت داخل على الجهاز حطه في الكوبس وابتديت العب سترينجر ان ذا نايت اف يو جو اواي نمكيتو با، كل الحاجات اللي احنا كنا بنلعبها في الفتيشه. هيصت قوي قوي قوي. طلع لي بقى بعدها وقال لي تعرفش حاجه من حاجاتي؟ قلت له اعرف اهواك. لعبت له اهواك بقى بتنويعات. قال لي وقف يعني، انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشه. قعدنا نعمل بروفات قدامه على اربع اغاني، اهواك، اول مره تحب قلبي، يا قلبي خبي دايما عليا، توبه انتم توبه. فضمينا الاستاذ الكبير هاني معانا، انا بحبه قوي على فكره، والاستاذ مختار السيد بتاع الاكوردن، والاستاذ حسن قمر عازف الرق. وعملنا حفلة في نادي الجزيرة، أي حد ممكن على جوجل يكتب حفلة نادي الجزيرة هيشوفني بقى، بس أنا كنت بشنب كبير أوي. كلفتني شركة سونار بإن أنا أعمل لمنير أغاني. أول شريط عملته أنا كان أمانة يا بحر، كان عملت فيه أربع أغاني، وزعت الشريط كله، بصيت كده لقيت قال لها طب ما الفرقة أهي قدامي، هنضيف بس مطرب أو مطربة أو 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 أو، ورحت لصوت الحب. عاطف منتصر وده كان منتج له باع طويل، قال لي بص انا هعمل معاك اتفاق، انا هديك اوضه تعملوا فيها بروفات. سجلنا بقى ايه اغنيه فاغنيه فاغنيه، نزل الشريط ما اقولكش، الشريط الاولاني كان اسمه بحبك لا، اكتسح. كان في ما تحسوش بنات ان جواز راحة، الشوارع حواديت، اضحك كده، كان كله حاجات الناس مش متعوده عليها. ايه راي حضرتك في اعاده اكتشاف الجمهور لموسيقى المصريين دلوقتي؟ طبعا فوق السعاده الغامره، انا بيتهيألي ان ده يرد اعتبار واحد زي تحسين يلمط، هاني الازهري، واحد زي ليلو ومنى عزيز ورندا، وواحده زي ايمان يونس بالصوت الذهبي ده كان احد عوامل نجاح الفرقه. حضرتك شايف ليه الموسيقى دي لسه برضو ماشية مع الجيل اللي بيسمع الموسيقى دلوقتي رجع يسمع موسيقى ونجحت معاه عادي جدا؟ الأهل، لأن طبعا ده عامل لهم نوستالجيا جامدة جدا، وكانوا بيشوفوا المسلسل بودنهم أكتر من بعينيهم. فاللي سمع المسلسل وسمع الحاجات دي حركت في حاجة، قال لولاده، لأولاده كانوا هايلين، فأولاده ابتدوا يعملوا سيرش فاكتشفوا إن في ناس كانوا جد بيتكلموا عن مشاكل الدنيا بجد، وواقفين مع الناس اللي المفروض يقفوا معاهم.